في سياق آخر، قال رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمحافظة الشيخ عامر سعد كلشات إن ظهور السفير الأمريكي فجأة في مطار الغيضة شرعنة لوجود القوات السعودية بالمهرة. أضاف كلشات في تصريح للمهرية أن هناك مؤامرات جديدة تحاك ضد المهرة بالتزامن مع انتخاب القيادة الأمريكية الجديدة. نحن نشعر أنه الآن المتنفذ الذي يأتينا بالأمس مطار. نحن لما نقول نحن محتلين، نحن محتلين فعلا، لأن بالأمس السفير الأمريكي والسفير السعودي، هذول السفيرين مهمتهم الآن هم يمارسوا كيفية الاحتلال على محافظة المهرة. السفير إيش دخله؟ هذا نحن نسميه القائد الأمريكي الذي كان في العراق، مستر بريمر الجابر، الآن هو المستر بريمر الذي يمثل السعودية في الجمهورية اليمنية وفي محافظات اليمن. توصل الأمر إلى أنه يلغي تشكيل الحكومة والمناصب السيادية المحددة للرئيس، ويلغي أسمها ويطالبوا بتغيير أسماء أخرى هو يختارهم. هذا الأمر الشرعية إيش باقي معها في السعودية؟ كانت معاها. نحن نريد نهنيها ب 30 من نوفمبر، لكن نهنيها بايش؟ اذا كان برايمر هو الذي يملي عليه تشكيل الحكومه نهنيها بايش؟ كما قال كلشات ان الجرائم التي ترتكبها السعوديه في اليمن تحت لافته الشرعيه لن تمنع من محاسبتها في المستقبل. الجرائم التي يرتكبوها في الحرب والهذا يعتبروا انها باسم الشرعيه او حمايه الشرعيه او تحت طاول او تحت جناح شرعيه، هذه يعتبر الشرعيه هذه قطاع تغطي لهم من الملاحقات القادمه، ولكن هيهات لان الشعب اليمني يعرف غرماه، يعرف من يقصفه.